مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حوار مع طبيب. طبعا النهارده موضوعنا مش موضوع طبي على قد ما هي قضيه طبيه كبيره. النهارده هنتكلم في قضيه بتهدد كل بيت وكل اسره، بتهدد المجتمع كله. قضيتنا ايه النهارده؟ قضيتنا قضيه ادمان. ايه هو الادمان؟ ايه مساوئ الادمان؟ ليه في ادمان في البلد؟ كل ده هنتناقش فيه مع النابغه العبقريه الكبيره قوي الدكتور محمد حجاج، استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي والادمان. بنرحب بحضرتك دكتور محمد معانا في البرنامج. اهلا وسهلا. طب دكتور محمد، هنبدأ حديثنا زي ما قلت، أنا مش بتكلم عن نوع مرض النهاردة معين، أنا بتكلم عن قضية كبيرة جدا بتهدد المجتمع كله، بلا وهي قضية الإدمان. كلمة الإدمان في مفهومها مع حضرتك معناها إيه؟ عايزة نفهمها من حضرتك دلوقتي. اتفضل حضرتك دكتور. الإدمان هو مقصود إن إنسان يتعاطى شيء ليؤدي وظيفته ويعيش حياته، وإذا لم يأخذها توقف عن العمل. تمام. حكاية الشيء دي مش حديثة العصر الحديث، لكن هي من زمان. القضية إنه أدمنة يعني تكرر الفعل، كلمة أدمنة يعني تكرر الفعل. أيوة. إذا لم يفعل يتوقف عن الأداء. إضافة إلى هذا الذي يجعله يستمر إنه تحدث له أعراض انسحاب. أعراض الانسحاب أعراض التوقف عن التعاطي. إذا كان يأخذه علشان عنده حزن واكتئاب يرجع له الحزن والاكتئاب. إذا كان بياخده علشان النوم يصاب بالأرق. إذا كان بياخده علشان القوة وكفاءة العمل يحدث له هبوط في الكفاءة. طالما يأخذ هو عايش. المصيبة هو هيقول لك أنا مبسوط كده. الذي يتعاطى يقول أنا مبسوط كده، هو مش مجنون لسه. هو بيتعاطى وهو في كامل قواه العقلية وإرادته، وبياخد علشان مصلحة هو بيعملها. لكن هو ليه هو مصيبة؟ أنا عاوز أعتبره أنه مصيبة بحكم خبرتي. أعتبره مصيبة. لماذا؟ لأنه نهايته الجنون. فعلا الجنون. لماذا؟ علميا ربنا خلق الإنسان بإعجاز خلق، توازن كيميائي بين كل العناصر التي تسير الجسم. إذا اختل هذا التوازن اختلت الوظيفة بتاعة الجسم. من ضمن الوظائف اللي هي الجسم شغال بيها في المخ. وحدث كثير حالات كثيرة أصيبت بالجنون. كيميكال، قضية ما هيش هزار، يعني قضية فعلية. المواد التي يتعاطاها، مش عايز أسميه مدمن، الإنسان لكي يعيش سعيدا أو لكي يتغلب على الأوجاع أو لكي ينام أو كي أيا كانت الأسباب دي تتراكم. ربنا خالق جوانا غدد، كل غدة لها وظيفة. التوازن بين هذه الوظائف الهرمونية يؤدي إلى التوازن الاجتماعي، التوازن النفسي للإنسان في الحياة. إذا دخلنا عنصر خارجي توقف إفراز العناصر أو الهرمونات أو المواد الداخلية، لأن هي جالها من الخارج. بعد ما بيتوقف هذا أصبح الاعتماد على الخارجي استورد. بالضبط، عامله زي واحد بيستورد من بره كل حاجه.
اللي بره الدول اللي بره او ما عندوش عمله صعبه توقف الاستيراد، حصل فشل اقتصادي في البلد. طبعا هو نفس القصه مع الذي يتعاطى. ربنا خلق مواد كيميائيه جوانا تزيل الالم، اسمها اندورفين وانكفالين وغيرها. خلق جوانا مواد تؤدي الى السعاده والراحه النفسيه. احنا لما بناخد الحاجه اللي هي من بره دي تتوقف الافرازات الداخليه. وبعد ما تتوقف الافرازات الداخليه احنا عايزين نبطل، هو العيان يحاول يوقف هذا الشيء الخارجي. خلاص نضبت وتوقفت الافرازات الداخليه. تمام. فيصابوا باللي احنا بنسميه الاعراض الشديده، يضطروا الى العوده لاخذ الايه؟ المادة التي كانت بتريح. تمام. ده مفهوم الإدمان في نظر حضرتك. طيب لو اتكلمنا على أسباب الإدمان الأول قبل ما نتكلم على أعراضها إزاي وبنشخصها إزاي مع حضرتك، أسبابها إيه؟ إيه الأسباب اللي بتأدي للشخص أو للإنسان للإدمان؟ هنقوله إيه؟ طبعا هي الأسباب كثيرة. أولا يعني الجهل بالعواقب. واحد عنده زهقان حزين، يقوم يحكي مع واحد صاحبه يقول له والله انا كنت زهقان وخدت الحبايه الفلانيه ضيعت لي الزهق. احنا قلنا الجهل الاول بمعرفه العواقب. فهو ياخذ بلا فهم. هذا نمره واحد. نمرة اثنين، العمال اللي بيشتغلوا حمالين عمل شاقة، يرجع آخر اليوم وجسمه كله مكسر وهو مجبر إنه تاني يوم يشتغل. طبعا. فيتعاطى حاجة مادة بيعتبرها حسنة لأن هي بتضيع وجعه بالليل. لأن الألم الشديد الناتج عن شدة العمل وقسوته بتخليه ما ينامش. فيأخذ هذا الألم يضوع ثم ينام. ثم يصحى في الصباح يمارس العمل. طبعا هي الإدمان هنا المشكلة إنه أخذ أول يوم وتاني يوم، بعد 3-4-5 أيام القرص اللي كان بياخده ما ينفعش. لأن في حاجة اسمها ظاهرة التوليرانس، إن هو بتفقد الحباية القرص المفعولة، عايز يضاعفها ياخد قرصين ياخد ثلاثة لكي يؤدي نفس الغرض. هو طبعا بيعتبرها نعمة من أجل استمرار العمل. لكن هي احنا قلنا الجهل مش فاهم العواقب. لأن العواقب إنها تدمر المراكز الداخلية اللي ربنا خلقها وتوقف إفرازات المواد اللي هي بتضيع الوجع وكلام من ده. وبناء عليه خلاص توقفت الإفرازات الداخلية وأصبح إدمان، يعني يعتمد على هذا الشيء التعاطي الخارجي اعتماد كلي. أكيد. ده اللي هو العمل الشديد. مجهد. الشيء آخر، فيه واحد طبعا للأسف الشباب دلوقتي في العشرينات والثلاثينات والأربعينات يجي يقول لك عشان أنا عندي ضعف في الجماع. عايز يقوي الرغبة في الجماع والكفاءة، يقوم يتعاطى. بينما هو شاب. يتعاطى بلا داعي، فيفقد برضو الأشياء الداخلية اللي ربنا خليها. بحيث إن هو لما يجي لازم لا يتم الجماع إلا بالتعاطي. فمن ضمن الأسباب إن هي زيادة الرغبة وزيادة القوة الجنسية. طبعا في شخصيات اللي احنا بنسميها ميعة، ضيعة في التفكير، مقلدة، سهلة الانقياد. فللأسف هنا هذا واحد يقول له خد ياخد، ملوش شيء شخصية. عم بقول انه ملوش شخصية، ضايع او انسان تابع بمعنى اوضح. تابع. ملوش شخصية ولا ليه هدف ولا اي ثقافة ولا عارف العواقب خالص. تمام. في دي نوعية. برضو من الاسباب الكبيرة، ربنا خلق حاجة اسمها بيرسوناليتي ديس اوردر وسايكوباتيك بيرسوناليتيز. هو جعلنا بعضكم لبيض فتنة، ربنا بيقول في القرآن كده. مش خلقنا كلنا ملائكة
لا ده خلق واحد 100% وخلق واحد مستواه 20%، ومع بعضنا البعض فتنة، يعني لازم حاجة اسمها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا الشخصية، في واحد شخصية معوجة يتلذذ سادستك، يتلذذ بإزاء الآخرين وسرقتهم. أيوة. دكتور حضرتك يعني رأيك إيه في الشخص اللي يعني هو النهاردة موجود في البيت الحاجة دي، بس للأسف هو مش باين عليه، مش باين عليه حاجة خالص، بيبان عليه في وقت معين، وده الملاحظ. وطبعا حضرتك كطبيب بتبقى أخد بالك من الحاجة دي، لما بيجي لك مثلا البيشن بتاع حضرتك بتبقى باين عليه إن هو إنسان طبيعي جدا، بيكلم مع حضرتك كويس جدا، بالعكس ده هو مش مدمن خالص، بس في حاجات معينة بتظهر عليه بتخلي حضرتك تقول ان هو فعلا مدمن مخدرات، بالكشف السريري، بالتحاليل، بالإشعاع، بأي حاجة. ايه رأي حضرتك بقى، تشخيص حضرتك بيتم ازاي مع الشخص ده لما بيجي لحضرتك؟ هو التشخيص هنا غالبا يأتي الأسرة وتشكي. غالبا لو هي الأسرة واخدة بالها شوية، مفروض تلاحظوا عليه تغيرات في سلوكه، من حيث الأكل والشرب والنوم والكلام والنشاط كله في تغيرات، مش هي دي الشخصية اللي هي كانوا متعودين عليها أكيد. فهي طبعا للأسف النقطة الثانية لما بتزيد بقى والإدمان بيبقى جامد، بيمد إيده لأنه بيشتري المواد دي غالية طبعا، وما بيشتغلش، حتى لو بيشتغل دخله ما بيكفيهوش، فبيسرق يسرق من البيت ويبيع حاجات في البيت أكيد. طبعا المدمن وقت أنه تحت تأثير الجرعة بيبقى مبسوط ويتكلم أحسن من أي إنسان. فعلا في مثل اللي بيقول أشوف كلامك أسمع كلامك أصدقك، تكلم حلو قوي. أشوف أمورك أستعجب طبعا، هو يتكلم أحسن واحد أثناء التعاطي. لكن الفعل بقى في الحياة، نيجي نسأل هل يشتغل؟ يقول لك مشتغلش. طيب بيوفر؟ ما بيوفرش. في البيت عامل ايه مع مراته ومع عياله؟ ما فيش فلوس، ما لا يعمل ولا يصرف عليهم، لان هو كل موارده رايحة لهذه المادة. طبعا هي بتعمل يعني الاعراض بقى الاصعب وقت عدم تعاطيه المادة، اذا ما خدش الجرعة في معادها تنعكس تماما الوظائف اللي كان يديها له العقار او الحشيش او اي حاجه، يعني بيظهر بشخصيه تانية بقى خالص، انسان تاني. يعني لو كان بياخد مثلا ماده المورفين والترامادول والحاجات دي دي وظيفتها تضيع الوجع. يبدا يشتكي من الم شديد وصداع وعرق وطبعا نرفزه واعراض من هذا القبيل اللي هي أعراض الانسحاب. نرفز، متشاجر مع الأهل، اكتئاب. حاجة كتيرة قوي اللي هي الاكتئاب. لما نيجي نحكي عن الاكتئاب ودور هذه المواد فيها علميا، احنا ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يدوبك احنا عرفنا العلماء اللي جابوا لنا العلم حاجة اسمها نيورو ترانسميترز، نور أدرينالين وأدرينالين وسيروتونين ودوبامين، حاجات كده ايه محدودة، لكن دي نسبة قليلة من كثير. المادة اللي هي بياخدها المدمن ده هي بتحدث له سعادة فعلا، عن طريق عدم تكسير المواد دي اللي هي تم ما بيحصل من كذا، يحافظ على مستواه في الدم اللي هو السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين لكي يشعر بالسعادة. طبعا لما يوقف المادة الخارجية يجي له بقى حزن شديد ويخش في الانتحار. دي مساوئ الإدمان يا دكتور، اللي أنا فعلا عايزة أكلم مع حضرتك فيها، المساوئ الكبيرة قوي. وطبعا هسمع من حضرتك مساوئ الادمان بكل معانيها، وده اللي حالا هسمعه من حضرتك بس ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.
قبل ما نطلع فاصل كنا بنسأل دكتور محمد سؤالنا المهم جدا اللي هي مساوئ الإدمان على الشخص المدمن سواء اجتماعية أو صحية أو شخصية، وده اللي هعرفه من دكتور محمد حالا. بنرحب بحضرتك مرة تانية دكتور معانا في البرنامج. عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي مساوئ الإدمان عامة على الشخص من نواحيها المقسمة زي ما قلت الشخصية الاجتماعية الصحية، حضرتك هتقول لنا ايه؟ والله هو كل مادة يتم تعاطيها لها سلبياتها، تمام، هو يأخذها المتعاطي بهدف. لو أخذنا مثلا الحشيش، الحشيش ليه ثلاث عناصر في وظائفه. ان هو بيعطي المتعاطي احساس بالسعاده ويعيش في عالم غير العالم اللي هو فيه، عشان كده هو بيتعاطى. ده ميزته بالنسبه للمتعاطي. وبناء عليه هو بيلم، بمعنى الغرزه اللي بيسموها، يقعد فيها العالي والواطي. وشفت انا واحد قاعد يشرب مع نفسه، عنده شرب الكرسي لوحده، حصل له توقف القلب ومات. من ضمن سلبيات مادة الحشيش على الأكشن مفعول الحقيقي للحشيش، احنا قلنا انه بيعمل له انبساط ويعيش في عالم خيالي. من أجل ذلك هو ياخده، بس هما بيشربوه في مجموعة، لأنه هو لو أخذه بجرعة عالية توقف القلب وبيحصل نقص في السكر في الدم. سلبياته اللي هما بيعتبروها ميزة، إن هو بيعمل بالنسبة للوقت إحساس للمتعاطي أن الوقت ممتد طويل. يعني إذا مارس المتعاطي الحشيش الجماع مع زوجته، الجماع بياخد ربع ساعة ولا تلت ساعة، يعطيه إحساس كاذب بأنهم ساعة ونص ساعتين. الحقيقة أن هي ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا عشر دقايق، بينما الإحساس اللي هو خده ساعة ونص ساعتين. دي واحد أكشن من الأكشنز بتاعته. هنا يترتب على الزوجة ان هي ما خدتش حقها في المتعة، ومن اجل ذلك ممكن تنحرف. اقصد دي سلبياته بقى. ايوه احنا بنتكلم على السلبيات دلوقتي. لا هو اقصد هو مفيش ايجابيات طبعا بالنسبه له. حاسس خطأ ان هو عاش ساعة ولا ساعة ونص. الايجابيات عنده هو بقى. بس خاطئة كاذبة. هي بالنسبة للزوجة لم تأخذ حقها، وبالتالي ممكن بتنحرف. هو يحصل له بعد ذلك مع استمرار التعاطي ضلال اعتقاد خاطئ ان الزوجة بتخونه، وضمور في الخصية، حاجات عضوية. وهو مش على باله، هو يهمه ان هو ايه، عايش في ملكوت لوحده، ان هو بيشرب الحشيش وبيعيش يستمتع مع نفسه. ده دي جزئية. الجزئية الثانية دي بالنسبة للوقت. بالنسبة للمسافة، من ضمن سلبياته ان هو لو ان هو سواق بينه وبين العربيه اللي قدامه 4 متر، يعطيه احساس ان هم 40 متر ولا 60 متر. وبناء عليه هو قرب في العربيه يعمل حادثه. على بال ما يدوس فرمله، صح، يبقى تعطيه احساس كاذب بالمسافه. وطبعا مع تشويه الصور، العنصر الثالث يخليه له يشوف الحاجات على غير طبيعتها مشوهه. دي عنصر الحشيش. طبعا المورفين، الهيروين، الترامادول، كل هذه الاشياء. ما احنا حكينا ان الجهل هو مهم قوي، مش فاهم. هو عايش فاهم الحاجات غلط. بيتعاطى مش عارف العواقب. بالنسبة للترامادول اللي هو مشهور واخواته، لان الترامادول ده مادة مصنعة من المورفين اللي هو الافيون والهيروين، دي الهدف الاساسي بتاعه يضيع الالم. ولما يزول الالم
يشعر الإنسان بالسعادة والانبساط. طبعا. وعمليا لماذا صنعت ترامادول ولماذا اشتهر؟ لأنه هو يقتل الألم. وهو يصرح به في مراكز الأورام اللي فيها وجع شديد. طيب لاستمرار التعاطي، احنا اتفقنا ان هذه مواد كيماوية بتدخل في الدم بتوقف الإفراز الطبيعي اللي ربنا خلقه بنظام ألا تطغوا في الميزان. احنا طغينا في الميزان، تمام، فتوقفت الإفرازات الداخلية واختل التفكير. لأن احنا لما نيجي نقول سبحان الله، المخ لإعجاز خلق والإنسان كله إعجاز، كل شيء ربنا خلقه بقدر بميزان. أي. لما بتخش مادة خارج هذا السيستم النظام اللي ربنا عامله بتفسد التوازن الداخلي. أكيد. ويحدث ما نسميه الجنون. بالتدريج، ما هو ما بيجيش الجنون طرشقة كاملة فجأة. لا، التوازن ده بيبقى فيه مواد في المخ وفي الوظائف العصبية اسمها دوبامين. المواد دي بتختل، بتزيد. لما بتزيد بيحصل بقى اضطرابات هلوسة، يعني يرى شيئا لا وجود له، ويسمع صوتا لا وجود له، ويتبع هذا منظومة ضلالية، يعني تفكير غلط. ان هو فيه ناس بتتكلم عليه، ناس بتعمل عليه، ورد فعل جنون. طبعا يقول لك لا ده انا ما بيحصليش. لا بيحصل، وهو للاسف اخرتها كده. لو استمر يتعاطى اخرتها كده. والمصيبه الفعليه بقى هنا انه بقدم التعاطي زي ما نيجي نقول شجره كبيره لها 20 سنه جذورها ممتده، لما نيجي نخلعها بجدرها صعب طبعا، ناخد مجهود كبير قوي. غير لما يكون بيتعاطى لشهر او اسبوعين او ثلاثه. اكيد طبعا. فبقدر طول المده وكثره التعاطي بيكون الدمار اللي هو بيتعرض ليه. تمام. ده بالنسبه لمساوئ الادمان اللي حضرتك كلمتنا عليها. طيب احنا هنتكلم برضو في نقطه مهمه جدا يكاد يكون المشاهد مستنينا دلوقتي عايز يسمعها، علاج الإدمان يا دكتور. علاجه مع حضرتك مبدئيا بيكون ازاي؟ هو البداية لو ان انسان بيتعاطى كلمة مدمن دي كلمة بتوجعه وتوجع الاهل. تمام. هنقول بيتعاطى علشان فايدة معينة عشان ما نجرحوش. دلوقتي هو تعاطى ليه؟ لان عايش في ضياع. للأسف ضياع، يعني مش عارف راسه من رجليه، ما عندوش ثقافة، ما عندوش فهم، ما عندوش وعي بالواقع والأثار بتاعة هذه الأشياء. دي التعاطي، وتورط فعلا. غالبا إذا كان الأهل واعيين ولهم رغبة في علاج قريبهم سواء كان زوج ولا ابن ولا أخ حييجوا. 80% من الحالات يرفض الشخص انه يروح ياتي للطبيب. ليه؟ لانه مبسوط كده. مبسوط كده، انا مبسوط، انتوا انا مش عيان، انا احسن منكم. طيب هو جاء وجلس امامي، الحوار بيتم، هو طبعا لما بيجيني بيكون واخد الجرعة. أكيد واخد الجرعة، بيتكلم أحسن من أي فيلسوف. بنحاول نتكلم بالراحة معاه، بنحاول نعطيه ثقافة عن المادة وسلبياتها إيه، وأين هو في الحياة، أين هدفه، أين فكره. في الغالب بيكون ضايع. ولو ما كانش ضايع وهنيجي نقول بيزنس مان بيكسب، وهو موجه جهده خطأ برضه، مش مدرك السلبيات اللي هتنتظره.
لو كان بيتعاطى مادة زي المورفين ومشتقاتها بتعمل له خمدان للرغبة الجنسية لما يجي يتجوز ولا يجي في حياته الزوجية هيفشل. أنا بنحكي على الرجل الناضج والرجل اللي هو إيه؟ الرجل الناضج اللي بيكسب والرجل اللي هو ما بيشتغلش أمه بتصرف عليه وأبوه. في الحالات الاثنين دايما هيطلق عليهم ضايع. ومش عارف الحقيقة ومتخبط. طيب بيبقى أول حوار أو أول كلمة أنت عاجبك وضعك يا ابني؟ طيب مستقبلك بتفكر فيه إزاي؟ الشغل يخليه يقلب ليل ونهار ونهار وليل أكيد. تعاطل أيوة طبعا. لا يعمل. طيب إلى متى؟ لغاية إمتى حتنك كده؟ حوار. أنا أقصد هي خطة العلاج بتبدأ في المقابلة. برضو جزئية مهمة جدا بقولها للذي يتعاطى كلمة المدمن، لأن أنا قلت له أنت مدمن، هيقول لي لا أنا مش مدمن أنا رجل محترم. هذا الذي يتعاطى بنقول له حبيبي أنت دلوقتي قرارك إيه؟ سلبيات كذا وكذا وكذا. المخاطر اللي هتتعرض لها سيئة جدا. ثالثا ورابعا نقطة مهمة قوي، لو أنا حطيتك في وسط صيدلية كلها أدوية علاج إدمان وأخذتها كلها لن تشفى. القضية الخطوة الأولى إن أنت تبقى فاهم إن دي مصيبة عليك وهتنتهي بدمار العقل والجنون والفشل الجسمي اللي احنا قلنا عليه متمثل في أشياء كثيرة اللي احنا حكينا بعضها. فياخد ويدي معايا، لازم نتفاعل سويا. طبعا الأسرة لما بتيجي تعنفه أو بتعاتبه، لا هو دلوقتي غرقان. الذي يتعاطى، أنا عايز أتجنب كلمة المدمن، الذي يتعاطى مادة هو عامل زي في بحر هيغرق وعاوز يطلع مش عارف. فهو بيبقى الطبيب والأسرة بمثابة الذي يمد له طوق النجاة أو العصاية الطويلة، وهو ما عليه إلا أنه هو يمسك الطرف علشان نسحبه لبره. فاحنا بنغرس فيه قضية الرغبة في الحياة. العامل النفسي دكتور بمعنى أوضح، العامل النفسي ده أهم حاجة، يعني هو ده اللي احنا بنحكيه بالتفصيل. ما يجيش واحد يكلمه أي كلام، لا طبعا هو الكلام لازم يكون واضح يحتويه الإنسان، يفهم ما هو وإلى أين وإلى متى بالظبط، هي دي القصة، هيوصل لإيه في الآخر. بعد ما بيتم الحوار ده نقول له طيب يا حبيبي انت دلوقتي اقتنعت ان السكه غلط، رايك ايه؟ ما هو كثيرون يرفضون اخذ العلاج. انا هذه المقدمه اللي احنا بنحكيها معاه هدفها ان هو يقبل يخلع نفسه من التعاطي. يقول بس انا جربت يا دكتور وحصل لي الام شديده وحصل لي ارق وحصل لي مغص وحصل لي تشنجات وحصل لي صداع، أعراض شديدة جدا. أقول له طيب، طبعا لو الحالة شديدة قوي بيخش المستشفى فترة مؤقتة، بياخد محاليل فيها حاجات للوجع وحاجات للاكتئاب والحاجات الشديدة المركزة دي. وبعد ذلك بيخرج بعد 10 أيام ولا حاجة ويكمل على العلاج بر. بس بيبقى القضية الأساسية معه إن هو اقتنع فكريا انه هذا طريق خطا وانه المفروض يخرج منه ونحن هنساعده. ركز له ان انا ايه هساعده. ومبدا اساله حبيبي انت بتشتكي من ايه؟ لما بتبطل ايه الاعراض اللي انت بتحس بيها؟ يقول لي كذا وكذا وكذا. اقوم اركز له على الادويه اللي هي. طبعا دكتور محمد انا يعني كلمه شكر قليله جدا لحضرتك على المعلومات المفيده والجميله وعن اللي حضرتك عرضته في خلال الحلقة للقضية، مش للمرض، للقضية اللي احنا كلنا بنعاني منها. طبعا لوقت البرنامج آسفة ان انا اقطع الحديث لان انا
كنت عايزة أطول أكتر وأكتر وأتكلم في حاجات كتير، بس ده ممكن يكون لنا في حلقة قادمة مع حضرتك إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك بالنيابة عن كل أسرة وكل بيت دلوقتي بيسمعنا وبيشوفنا، إن حضرتك طمنتهم وعرضت لهم إيه المساوئ وإيه الإدمان وإيه مخاطره وإيه كل حاجة. وتهيأ لي حتى مش الأسرة بس، الشاب أو الراجل أو البنت اللي بتتعاطى الشيء ده، أنا متأكدة بعد ما سمعت المعلومات الهائلة دي من حضرتك هي بإرادتها أو بإرادته هتقتنع أو تمتنع عن المشوار ده. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يعافي كل شبابنا وكل ناسنا من هذا الموضوع الخطير بإذن الله. في نهاية الحلقة دكتور بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله لنا لقاء مع حضرتك قادمة كتير برضو تقريبا في نفس الموضوع، وعشان برضو نطمن كل مشاهد معنا دلوقتي. شكرا دكتور لحضرتك. مشاهدينا الكرام تابعونا في حلقتنا القادمة مع دكتور محمد حجاج استشاري المخ والأعصاب وعلاج الإدمان، في حلقات أخرى عن نفس الموضوع بإذن الله. وبنطمن كل بيت دلوقتي وبنقول لهم إن شاء الله اطمنوا لهذه القضية، مش لهذا المرض الكبير. إن شاء الله ربنا يعافينا كلنا ويعافي شبابنا وشباب المسلمين جميعا يا رب على خير. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء.